من الزمن في ظلال نار المعرفة نجميها وحف اليوم من إخراج المبيد. من عينيك تنكشف شخصيتك فتابع. كثيرا ما تغنى الشعراء وأفاضوا في وصفها، فالعين تدل على صفات الشخص وتستطيع من خلالها أن تتعرف على كنه هذا أو ذاك. ولقد توصل علماء النفس إلى أن هناك تلازما بين أوصاف العيون وشخصية الإنسان، ونبدأ بألوانها وعلى ذمة العلماء. العيون السوداء تدل على العصبية، سرعة التأثر، الغيرة الشديدة، المشاعر الرقيقة، العاطفة القوية، الحنان، وغالبا ما يتحكم القلب في العقل. العيون الرمادية، الطباع العنيفة والقسوة. العيون الخضراء تدل على قوة الإرادة، الخبث، برودة العاطفة، صلابة الرأي، العناد وحب العمل. العيون البنية، الرحمة، العطف، الخجل، الجاذبية، حب العمل، قوة الحجة. العيون العسلية تدل على الهدوء، التأني، التفكير قبل العاطفة، حب الظهور، ضبط العواطف والكتمان. هذا من ناحية الألوان، أما من ناحية الأوصاف وعلى ذمة العلماء أيضا، فالعيون الواسعة تدل على العصبية والاندفاع وراء العاطفة. العيون الضيقة تدل على الذكاء، الحدة، الدقة، قوة الملاحظة وتحكم العقل. العيون المستديرة تدل على قلة التفكير والفضول وكثرة الحركة وحب الناس. العيون الغائرة تدل على التفحص والتدقيق، البحث عن التفاصيل، حب الحياة والتفاؤل. العيون الجاحظة تدل على البعد عن التفاصيل وعلى حب الظهور والفصاحة والميل إلى التشاؤم. تلك هي أوصاف العين وألوانها وارتباط ذلك بشخصية الإنسان، فانظر إلى أي من هذه العيون تنتمي. رمز عينة بريد المحبة بين قلبي وقلبة، باقي من